السلام عليكم. وصلنا وياكم للمحاضرة الثانية بالفصل الثالث اللي هو Infinite Sequence and Infinite Series. Properties of Sequence. If limit a n when n goes to infinity equal to a and limit b n when n goes to infinity equal to b, then إذا كانت عندنا two sequences a n b و b n فغاية ال a n عندما ال n تقترب من الانفينيتي تساوي ال a وكانت غاية ال b n عندما ال n تقترب من الانفينيتي تساوي ال b فجمع الغايتين فلمت ال a n زائد b n عندما ال n تقترب من الانفينيتي راح يساوي ال ناتج الغاية a n زائد ناتج غاية ال b n فa زائد b. ايضا بالنسبة لعملية القرح limit a n minus b n when n goes to infinity equal to a minus b. Product rule limit a n multiplied with b n when n goes to infinity equal to a multiplied by b. Constant multiple rule اذا كان عندنا ثابت مضروب في السيكونس ف limit k b n when n goes to infinity equal to k b. ايضا اذا كان k مضروب في ال a n عندما ال n تقترب من الانفينيتي راح يساوي لنا k في ال a. ايضا بالنسبة لعملية القسمة ف limit ال a n على ال b n عندما ال n تقترب من الانفينيتي راح يساوي لنا a على b بشرط انه ال b لا تساوي صفر اي انه المقام لا يساوي صفر. بعض القواعد المهمة اللي نستفاد من عدها بحل ال limit هذه القواعد نحفظها. limit لن ال n على n عندما ال n تقترب من الانفينيتي يساوي لنا صفر. limit لن ال n على n عندما ال n تقترب من الانفينيتي يساوي صفر. limit x أس واحد على n عندما ال n تقترب من الانفينيتي يساوي لنا واحد بشرط انه ال x اكبر من الصفر. x عدد موجب اكبر من الصفر ف limit x أس واحد على n عندما ال n تقترب من الانفينيتي يساوي واحد. ايضا limit تحت الجذر النوني n تحت الجذر النوني عندما ال n تقترب من الانفينيتي راح يساوي لنا واحد. limit x أس n عندما ال n تقترب من الانفينيتي يساوي صفر بشرط انه ال x مطلق ال x اصغر من الواحد يعني ال x هنا عندنا كسر او عدد كسري اقل من الواحد مثل 0.5, 0.6, 0.2 اي رقم كسر اقل من الواحد. limit واحد زائد limit واحد زائد x على n واحد زائد x على n عندما ال n تقترب من الانفينيتي راح تساوي لنا exponential x. limit واحد زائد x على n الكل أس n عندما ال n تقترب من الانفينيتي راح يساوي لنا exponential x. ايضا عندنا الاخيرة limit x أس n على n factorial when n goes to infinity تساوي لنا صفر. limit ال x أس n على مضروب ال n هنا المضروب تعرفوا انتو مثلا عندنا مضروب الخمسة خمسة فكتوريال راح تساوي لنا خمسة في أربعة في ثلاثة في اثنين في واحد فكل ما تزيد ال n هنا المقام شبيه راح يكبر مثلا يصير ال n عشرة هنا يصير مضروب العشرة فمضروب العشرة هو عشرة في تسعة في ثمانية فهنا الرقم راح يكبر وبالتالي راح يصير رقم على رقم كبير جدا وبالتالي تروح قيمته للصفر. فليمت ال x أس n على مضروب ال n عندما ال n تقترب من الانفينيتي راح يساوي لنا صفر. ناخذ أمثلة عن هذه الحالات وشلون نتعامل وياها وشلون نقولها. هنا عندنا limit لن n تربيع على n عندما ال n تقترب من الانفينيتي. احنا عندنا قاعدة تقول limit لن ال n على n عندما ال n تقترب من الانفينيتي. هنا عندنا n تربيع
فاحنا باللين ممكن انه الاس هذا النزلة هنا قبل اللين يصير، فتصير عندنا ليميت لن الان تربيع على ان، لا ليميت اثنين لن الان على ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، ليميت اثنين لن الان على ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، وبالتالي هنا اثنين هذه ليميت للاثنين هي اثنين، وعندنا القاعدة انه ليميت لن الان على ان عندما الان تقترب من الانفينيتي راح تساوي لنا صفر، فاثنين في صفر هي صفر. ايضا هنا عندنا مثال اخر، ليميت تحت الجذر النوني ان تربيع عندما الان تقترب من الانفينيتي، فهنا عندنا تحت الجذر ايضا عنده اس، فنقدر انه نتعامل وياه او نخليه بشكل يشبه القاعدة اللي اخذناها، فراح يكون ليميت ان للاس نرفعها، الاس على دليل الجذر، الاس على دليل الجذر يعني هذا اس الان على دليل الجذر اللي هو جذر نوني هنا، فراح يكون دليل الجذر هو ان، فراح يصير اثنين على ان عندما الان تقترب من الانفينيتي. ايضا ممكن نقول ليميت ان اس واحد على ان بكل تربيع عندما الان تقترب من الانفينيتي، هذه راح تكون هي بما معناه تحت الجذر النوني للان، فقيمتها تكون واحد، واحد تربيع تساوي واحد. ايضا ليميت تحت الجذر النوني ثلاثة ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، فراح نقول ثلاثة اس واحد على ان ليميت، هذه هنا لازم نقول ليميت عندما الان تقترب من الانفينيتي، ايضا هنا هذه ايضا نفس الشيء مضروبة بها، غاية الثلاثة اس واحد على ان عندما الان تقترب من الانفينيتي في ليميت الان اس واحد على ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، هذه واحد قيمتها، وهذه الثلاثة تصير اس واحد على انفينيتي فتصير ثلاثة اس صفر وهي ايضا قيمتها واحد، فواحد في واحد يطلع عندنا واحد. ليميت سالب واحد على اثنين اس ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، هاي تشبه ليميت اكس اس ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، وعندنا الشرط هنا أنا مطلق الاكس اصغر من الواحد، فهذه ممكن مباشرة نكتبها صفر او نعوض بمكان الان انفينيتي، سالب واحد على اثنين للاس انفينيتي هي قيمتها صفر. عندنا ايضا ليميت ان ناقص اثنين على ان مرفوع للاس ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، احنا عندنا بالقواعد اللي اخذناها ليميت واحد زائد اكس على ان للاس ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، فهنا نجعل هذه السيكونس تشبه القاعدة حتى نقدر نحلها، فراح نقول ليميت هذه الان هنا تقترب من الانفينيتي، نقول ان على ان، ان على ان زائد سالب اثنين على ان، هنا نفسها هذه الاشارة اذا نرجعها هنا تصير سالب، الان على ان هذه واحد، فراح تكون هنا واحد زائد سالب اثنين على ان، هنا الاكس معناتها انه الاكس هي قيمتها سالب اثنين، احنا قلنا واحد زائد اكس على ان الكل الاس ان عندما الان تقترب من الانفينيتي راح يساوي لنا اكسبونينشال اكس، فهنا الاكس هي سالب اثنين فراح يكون اكسبونينشال سالب اثنين. ايضا اخير مثال عندنا هو على الحالة الاخيرة، ليميت مية للأس ان على مضروب الان عندما الان تقترب من الانفينيتي، هذه قلنا تساوي صفر، وشرحنا انه كل ما يكبر الأس هنا راح يكبر الرقم اللي بالمقام يكون قريب للانفينيتي، وبالتالي رقم على الانفينيتي هو صفر. الانفاينايت سيريز وضحنا بالمحاضرة السابقة الانفاينايت سيريز انه الترم عندنا راح يكون نجمعهم هو السميشن للسيكونسز، فالسميشن ل من ان equal to 1 الى الانفينيتي، هذه راح نسميها الانفاينايت سيريز.
لكن إذا كان الـ summation مثلا من n من a k أو أي رقم يساوي واحد إلى الـ n إلى الـ general term ونتوقف، هنا راح نسميه series of partial sum، series of partial sum. لكن إذا الـ summation للـ infinity راح يكون الـ هنا نسميها الـ infinite series. هنا عندنا ملاحظات عامة، إذا كانت تكون السيكونس يا أما متقاربة كونفرجنس أو متباعدة. لما تكون متقاربة إذا كانت لها غاية، يعني ليمت أي إن عندما الإن تقترب من الإنفينيتي يعطينا فد رقم معين قيمة معينة، هذه الجنرال تيرم، ليمت للجنرال تيرم عندما الإن تقترب من الإنفينيتي راح يعطينا قيمة معينة. وتكون دايفرجنس او متباعدة عندما ليميت الاي ان وين ان جوز تو انفينيتي غير موجودة، ليست لها غاية، او ممكن مرة تطلع قيمتها الغاية لها موجبة، او ممكن مرة تطلع سالبة مثل المثال اللي اخذناه بالمحاضرة السابقة، طلعت عندنا مرة سالب واحد ومرة موجب واحد، او تطلع عندنا موجب انفينيتي او سالب انفينيتي، هنا راح تكون الـ sequence divergence متباعدة. هنا عندنا إذا كان L أي عدد أو أي رقم، فالرقم على الإنفينيتي راح ينطينا صفر، رقم أي رقم على الإنفينيتي قيمته صفر، رقم على صفر قيمته تطلع إنفينيتي، إنفينيتي على رقم هو إنفينيتي، صفر على أي رقم صفر، exponential سالب إنفينيتي صفر، exponential موجب إنفينيتي إنفينيتي، لأن الإنفينيتي إنفينيتي، tan inverse للإنفينيتي هو باي على 2، tan inverse للسالب إنفينيتي هو سالب باي على 2، هذه قيم يعني معروفة، لكن عندنا قيم undefined أو غير معرفة اللي هي صفر على صفر أو إنفينيتي على إنفينيتي وإنفينيتي مضروب في الصفر، هذه قيم غير معرفة نتجنبها بالحل. نأخذ بعد ملاحظات عامة، هذه كلها الملاحظات حتى نقدر نحل الغاية وبالتالي نعرفها divergence or convergence. هنا هذه كلها ما أخذيها بالمرحلة الأولى بموضوع الغايات، لكن نسوي لها review حتى تتذكروها. إذا كان عندنا دالة كسرية polynomial مقسومة على polynomial، دالة كثيرة حدود مقسومة على دالة كثيرة حدود، مثلا n تكعيب زائد 2 n تربيع زائد n على n تربيع زائد 3 n زائد 5 أو أي دالة كثيرة الحدود، فبيها بسط ومقام. في هذه الحالة ننظر إلى الأس، ننظر إلى الأس يعني n تربيع n تكعيب للتربيع للتكعيب، فإذا كان البسط أكبر من المقام، إذا كان البسط أكبر من المقام تكون النتيجة إنفينيتي، لأن مثلا إحنا عندنا البسط N تكعيب زين والمقام N تربيع، فإحنا ممكن هذه الN نتخلص من عدوية التكعيب فتبقى عندنا بالبسط N، وإحنا نجي نعوض الغاية فراح تساوي لنا إنفينيتي. إذا كان المقام أكبر من البسط، المقام هنا أس المقام أكبر من أس البسط، فتكون النتيجة صفر. ليش؟ لأنه الإنفينيتي راح يطلع عندنا بالمقام، راح يطلع عندنا فد رقم مثل هي تكون N تربيع على ال N تكعيب، فهنا هاي نقدر تروح ظل واحد، وهنا هذه ال N تكعيب تبقى معتها N، فواحد على إنفينيتي راح يكون صفر. فإذا كان أس المقام أكبر من أس البسط فتكون النتيجة صفر، واحد قلنا واحد على إنفينيتي هو صفر، إذا كان البسط يساوي المقام تكون النتيجة عدد معين. نأخذ مثال، show that a n equal to 5n square minus n over 3n square minus 4n is divergence or convergence. بين انه هذه
السيكونس دايفرجنس او كونفرجنس، متباعده او متقاربه. احنا قلنا ناخذ الليميت للجنرال تيرم عندما الان تقترب من الانفينيتي، فاذا انطتنا عدد معين تكون كونفرجنس، واذا ما انطتنا عدد معين تكون دايفرجنس. نجي هنا ليميت 5 ان تربيع ناقص ان على 3 ان تربيع ناقص 4 ان عندما الان تقترب من الانفينيتي. هنا نشوف انه الاس البسط مساوي لأس المقام، أس البسط مساوي لأس المقام، فهنا ممكن نقدر نقسم على الان او نقسم على ان تربيع. هنا نقسم على اكبر أس بالمقام، نقسم على اكبر أس بالمقام، فنجي هنا نقول 5 ان تربيع على ان تربيع ناقص ان على ان تربيع، فراح يصير عندنا 5 ناقص 1 على الان هذا البسط. المقام راح يبقى 3 ناقص 4 على ان، قسمنا على ان تربيع، هذه الان تروح، عفوا هاي ماكو تربيع، فهذه الان تربيع تروح ويا الان تربيع ناقص ان على ان تربيع يبقى 1 على ان، هذه الان تربيع ايضا تروح ويا الان تربيع فتبقى 3 ناقص 4 ان على ان تربيع فيبقى 4 على ان. هسه نجي نعوض الانفينيتي، 5 ناقص 1 على انفينيتي هذه 0، و3 ناقص 4 على انفينيتي ايضا تنطينا 0، فراح تظل عندنا 5 على 3 هذا هو الناتج، فيطلع عندنا عدد معين. إذن هذه الدالة أو هذه السيكونس شبيهة كونفرجنس، متقاربة لأنه غايتها أنطتني عدد معين. إذا كان عندنا تو سيكونس ضرب مضروب أي إن مضروب في بي إن، أور أي إن مقسوم على البي إن، سيكونس مضروبة في سيكونس أو سيكونس مقسومة على سيكونس، فحتى نتجنب أنه تطلع عندنا النتيجة صفر على صفر أو إنفينيتي على إنفينيتي، هنا راح نستخدم طريقة لوبيتال اللي هي بالغايات أنه نشتق البسط ونشتق المقام، بعدين نعوض الان تقترب من الانفينيتي ونحصل على الحل. هذا الجنرال تيرم هنا يساوي لنا ان على اكسبونينشال ان، فنريد نطلع انه هل هو كونفرجنس او دايفرجنس، فناخذ ليميت الاي ان عندما الان تقترب من الانفينيتي. ليميت الاي ان عندما الان تقترب من الانفينيتي تساوي لنا ليميت ان على اكسبونينشال ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، فنعوض اذا عوضنا مباشره راح يكون عندنا انفينيتي على اكسبونينشال انفينيتي، اكسبونينشال انفينيتي هو انفينيتي، فانفينيتي على انفينيتي ما يصير، ما يصير ناخذ انفينيتي على انفينيتي. شو نسوي؟ نشتق البسط ونشتق المقام وبعدين نعوض فنحصل على غاية معينة. مشتقة الان واحد، مشتقة exponential n هي exponential n، او نجي نشتقها دالة كسرية بكيفكم انتم شلون تردون تشتقوها، المهم انه نتيجتها هي واحد على exponential n. نجي ليميت واحد على اكسبونينشال ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، فهذه راح نجي نعوض هسه واحد على اكسبونينشال انفينيتي، اكسبونينشال انفينيتي هو انفينيتي، فواحد على انفينيتي راح ينطينا صفر، فهذه انطتني قيمة معينة اللي هي صفر، فالسيريز او السيكونس هي كونفرجن متقاربة. ايضا هنا عندي اي ان تساوي ان مضروبة في واحد ناقص كوساين واحد على ان، اذا اجيت اعوض مباشرة هنا عندما الان تقترب من الانفينيتي فراح تصير انفينيتي واحد ناقص كوساين واحد على الانفينيتي، هذا صفر قيمته، واحد على الانفينيتي صفر، فكوساين الصفر واحد، واحد ناقص واحد
صفر في الانفينيتي انديفايند غير معرفة، فما اقدر هيجي احلها، لازم ابسطها واحلها، احول الدالة الى كسر، احولها السيكونس الى كسر، فراح تكون عندي واحد ناقص كوساين واحد على ان على ان اس سالب واحد، نزلتها الان بالمقام فيصير اسها سالب واحد، هي بالبسط اسها واحد بما معناه، فمن تنزل بالمقام تصير سالب واحد. هسه اجي اشتقها، بعد ذلك اعوض الانفينيتي بالمشتق، يعني اول شي رتبت الدالة او خليتها بصيغة كسرية، بعد ذلك اجي اشتقها، وبعد المشتقة اعوض عن ان تساوي او تقترب من الانفينيتي. فهنا مشتقة الكوساين سالب ساين، فالسالب تروح ويا السالب، ساين واحد على ان في مشتقة الزاوية سالب واحد على ان تربيع، هنا ايضا عندنا مشتقة ان اس سالب واحد هي سالب واحد على ان تربيع، فهذه السالب واحد على ان تربيع تروح ويا السالب واحد على ان تربيع، فراح تبقى عندنا ليميت ساين واحد على ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، عوض بمكان الان انفينيتي، فساين الواحد على انفينيتي هي صفر، الواحد على انفينيتي قيمتها صفر، فساين الصفر هو صفر. اذا هذه السيكونس او السيريز هي كونفرجنس او متقاربة. ساندويتش ثيوري او نظرية الشطيرة، اذا كان عندنا ثري سيكونسز او عندنا سيكونس A N B N C N، فالبي ان تقع بين الاي ان والسي ان، بي ان اكبر من الاي ان واصغر من السي ان، واذا كانت ليميت الاي ان عندما الان تقترب من الانفينيتي تساوي ال، تساوي لنا قيمه معينه، وليميت السي ان عندما الان تقترب من الانفينيتي تساوي ال، ليميت سي ان عندما يعني هذه عندي قيمه للغايه الها، هذه عندي قيمة للغاية لها، وهذه قيمتها تساوي قيمة الغاية للأي ان تساوي قيمة الغاية للسي ان، اذا الغاية للبي ان هي تساوي قيمة هاتين الغايتين، ليميت بي ان وين ان جوز تو انفينيتي راح تساوي ايضا واحد. نظرية الشطيرة او الساندويتش ثيوري، مثل عندي هسه مثال اي ان تساوي ساين ان على واحد زائد جذر الان، ساين الان على واحد زائد جذر الان، احنا كنا نعرف انه قيمة الساين والكوساين تكون محصورة بين السالب واحد والواحد، مثلا ساين الان اكبر من السالب واحد واقل من الواحد، هذه قيم الدوال المثلثية الساين والكوساين. فنجي هنا ساين الان على واحد زائد جذر الان تكون بين سالب واحد على واحد زائد جذر الان اكبر، ساين الان على واحد زائد جذر الان اكبر من سالب واحد على جذر زائد جذر الان، واصغر من واحد على واحد زائد جذر الان، تكون محصورة بين هاتين القيمتين. فنفحص الغاية من اليمين واليسار، نفحص الغاية من اليمين ومن اليسار، فإذا كانت الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار فإن الوسط يكون نفس الناتج، يعني أطلع غاية من اليمين طلع limit an when n goes to infinity هنا، وأطلع limit an when n goes to infinity هنا، إذا طلعت هذه الغاية مساوية لهذه الغاية إذا راح تساوي الغاية اللي بالمنتصف، تسمى هذه النظرية نظرية الشطيرة أو ساندويتش ثيوري. فهسه أجي طلع ليميت واحد على واحد زائد جذر ان عندما الان تقترب من الانفينيتي، أعوض هنا الانفينيتي، فواحد على واحد زائد انفينيتي، واحد زائد انفينيتي وانفينيتي، واحد على انفينيتي صفر، ايضا نفس الشيء سالب واحد على واحد زائد انفينيتي، فواحد يصير سالب واحد على الانفينيتي وتساوي لنا صفر، فالغاية من اليمين تساوي لنا الغاية من اليسار، اذا ليميت ساين الان على واحد زائد جذر الان عندما الان تقترب من الانفينيتي راح تساوي لنا ص.
صفر، فهذه السيريز هي كونفرجنس. حتى ناخذ الجيومتريك سيريز او المتوالية الهندسية، المتتالية الهندسية، هي هنا تكون كل حد من حدودها، المتوالية الهندسية كل حد من حدودها بعد الحد الأول نحصل عليه من ضرب الحد الذي قبله بعدد ثابت أو قيمة ثابتة. المتوالية الهندسية كل حد من حدودها بعد الحد الأول نحصل عليه من ضرب هذا الحد في نسبة ثابتة أو عدد ثابت، هو هنا الR اللي يساوي لنا الحد اللاحق على الحد السابق. هذه نسبة ثابتة، بما معناه أنه هسه هذه الحد الأول بيها A. الحد الثاني شلون أطلعه؟ أنه الA أضربه في نسبة ثابتة اللي هي الR. الحد الثالث شلون أطلعه؟ الحد الثاني في الR، فش يصير A في R تربيع. الحد الرابع هنا عندي اي ار تربيع، فشلون اطلعه؟ اضربه الاي ار تربيع في النسبة ثابتة اللي هي الار، فالحد الرابع هنا راح يكون اي ار تكعيب، وهكذا الى الحد اي ار اس ان ناقص واحد. هنا تنكتب بصيغتين، الجيومتريك سيريز او المتتالية الهندسية، يا اما تبدي الان تبدي من الواحد، فهي تكون سميشن ان فروم ان ايكول تو 1 الى الانفينيتي اي R أس N ناقص واحد، أو ممكن تبدي من الN تساوي صفر إلى الإنفينيتي، هنا راح يكون الـ R أس N، الـ R أس N. فنجي شلون تنكتب هاي؟ تساوي لنا A هنا واحد ناقص واحد صفر، فهنا أنا فقط A زائد A R أس N ناقص واحد، هنا الـ N تساوي اثنين، فاثنين ناقص واحد R زائد هنا الـ R الـ N تساوي 3، فـ A 3 ناقص 1 تربيع، وهكذا. هنا تبدي من الصفر، فـ A في R أس 0 تبقى فقط الـ A، لأن R أس 0 هي 1 زائد الـ N هنا تساوي شقد 1، فـ A في R هنا الـ N تساوي 2 AR تربيع، وهكذا إلى AR أس N. الآن نطلعها من الحد اللاحق على الحد السابق، يعني مثلا هنا عندنا الحد الثاني على الحد الأول، فتطلع قيمة الR، قيمة الR تطلع مثلا AR على A، فالA تروح ويا الA تطلع عندنا قيمة الR، أو الAR تربيع على الAR فتطلع أيضا عندنا قيمة الR، فالR هي تساوي لنا نسبة تساوي الحد اللاحق على الحد السابق. إذا كانت الـ R تساوي واحد، إذا كانت الـ R اللي هي النسبة بين الحد اللاحق والحد السابق تساوي لنا واحد، the nth partial sum of the geometric series، الـ partial sum اللي أخذناه إحنا قلنا Sn حد العدد يعني الحد الـ N راح يساوي لنا N في A، هذه A زائد A في واحد زائد A في واحد تربيع زائد A في واحد تكعيب، ف A في الN عفوا في الحد الN ناقص واحد، هي هذه كلها واحد، ف A زائد A زائد A زائد A ممكن نعبر عنها انه N في الA، فتكون هنا السيكونس شبيهة متباعدة divergence، تكون هنا السيكونس او السيريز divergence اذا كانت الR تساوي واحد. إذا كانت مطلق الR أقل من الواحد، إذا كانت الR أو مطلق الR أقل من واحد، فالجيومتريك سيريز تكون متباعدة convergence، تكون الجيومتريك سيريز متباعدة، يعني مثلا تكون كسر، فالكسر كل ما يكبر الأس مالته كل ما شبي الرقم يصغر، وكأنما يكون صفر، فقيمته تكون قليلة جدا، فهنا تكون الجيومتريك سيريز كونفرجنس. هنا
هنا عندنا البارشال سم من واحد الى الانفينيتي، اي ار اس ان ناقص واحد تساوي اي على واحد ناقص ار. اذا يعني هسه بالامثله راح نطلع البارشال سم او السم حسب هذا القانون، اي على واحد ناقص ار. وان شاء الله بالمحاضره الجايه نعطي اشتقاقه شلون نشتقه ومنين اجانا هذا القانون. اذا كانت مطلق الار اكبر او تساوي واحد، اذا كان مطلق الار اكبر او تساوي واحد ذا جيومتريك سيريز دايفرجنس، تكون الجيومتريك سيريز متباعدة اذا كانت ار اكبر او تساوي واحد. هسه اذا كانت مطلق الار اصغر من الواحد تكون كونفيرجنس، واذا كانت اكبر او تساوي واحد فتكون دايفرجنس متباعدة. ناخذ امثلة. Is the geometric series with a equal 1 على 9، a تساوي 1 على 9 و r تساوي 1 على 3. هنا convergence then find sum. هنا قايل لي هل انه هذه الجيومتريك سيريز متقاربة، واذا كانت متقاربة جد السم الها. هنا ال a منطيني اياها 1 على 9 والآر واحد على ثلاثة. احنا قلنا اذا الآر اقل، مطلق الآر اقل من واحد فتكون convergence، لكن ايضا نجي نطبق بالجيومتريك سيريز. summation من ان تساوي واحد الى الانفينيتي، اي ار اس ان ناقص واحد تساوي الاي شقد واحد على تسعة في ار اس ان ناقص واحد، نبدي بالان واحد فواحد ناقص واحد صفر، واحد على ثلاثة اس صفر، زائد واحد على تسعة في واحد على ثلاثة أس واحد، زائد واحد على تسعة في واحد على ثلاثة أس اثنين. فهذه كل ما راح يعني الان تكبر راح هذه هذا الرقم شوي راح يصغر. فهنا عندنا واحد على تسعة زائد واحد على سبعة وعشرين زائد واحد على واحد وثمانين زائد إلى آخره إلى الانفينيتي. فالآر هنا شبيهة أقل من الواحد، then series convergence، الجيومتريك سيريز هنا متقاربة. نطلع السم إلها ال SN تساوي لنا أي على واحد ناقص R. الR الأي هنا عندنا واحد على تسعة وواحد ناقص واحد على ثلاثة، فالنتيجة تكون واحد على ستة. Is the geometric series with a equal to 5 and r equal to 1 convergence؟ هل انه الجيومتريك سيريز اللي قيمه الاي لها 5 والار 1 متقاربه، احنا بما انه شفنا الار 1 اذا هي دايفرجنس، لكن ايضا لازم نحل نطبق بقانون الجيومتريك سيريز سميشن من الصفر للانفينيتي اي ار اس ان، راح تساوي لنا 5 الاي، الاي ثابته الآر هي اللي تتغير حسب الأس، خمسة في صفر أي هذه واحد أس صفر في واحد، زائد خمسة في واحد أس واحد، زائد خمسة في واحد أس اثنين، زائد خمسة في واحد أس ثلاثة إلى آخره. فخمسة زائد خمسة إلى الإنفينيتي إلى الآن من ال يعني من المرات، فراح تكون عندنا n في خمسة. كم مرة راح نسويها؟ 15 مرة، راح تكون 15 في 5، فراح يكون هنا تتجه للإنفينيتي. فالسيريز is divergent، هنا تكون متباعدة، وأيضا احنا قلنا لأنه الآر تساوي واحد فهي تكون متباعدة. أيضا هنا عندنا مثال آخر. Find the sum of the geometric series، write the sum إلها والpartial sum. summation from 0 to infinity سالب 1 أس ان على 4 أس ان. أيضا هنا نقدر نحلها بهذه الطريقة، summation من الصفر إلى الانفينيتي سالب 1 على 4 أس ان، سالب 1 على 4 أس ان. هنا الحد اللي هو أس ان من هو؟ هو الآر، هو الآر. إذا هذه منطيني قيمة الآر اللي هي سالب 1 على 4، فهنا قيمة الاي بما معناه ان قيمة الاي هي واحد، فواحد في سالب واحد على اربعة الان صفر، زائد واحد في سالب واحد على اربعة اس واحد، زائد واحد في سالب واحد على اربعة اس اثنين الى ما لا نهاية. فهنا بما انه الاي هي
سالب واحد على أربعة. إذن مطلق الآر عفوا هي سالب واحد على أربعة، مطلق الآر هو أقل من الواحد، إذن هنا تكون شبيهة الجيومتري كونفيرجنت. فتنكتب هذه الطريقة، واحد ناقص واحد على أربعة هذه زائد هنا لأن تربيع، واحد على 16 ناقص واحد على 64 إلى آخره. أيضا ممكن من خلال أنه نطلع الآر، يجوز واحد ما انتبه أنه هي هاي الآر، فيقدر يقول سالب واحد على أربعة على واحد لأنه هي الحد اللاحق على الحد السابق، أو واحد على 16 تقسيم سالب واحد على أربعة الحد اللاحق على الحد السابق حتى يطلع الآر. فالآر هي سالب واحد على أربعة. السمايشن من صفر إلى الانفينيتي راح يكون أي على واحد ناقص آر، فالأي هي واحد، واحد ناقص واحد سالب واحد على أربعة، وراح تطلع عندنا أربعة على خمسة. مثال آخر، determine whether each series convergence or divergence. If it convergence, find its sum. إذا حدد إذا كانت هذه الجيومتريك سيريز التالية هي متقاربة أو متباعدة، وإذا كانت متقاربة جد الصم إلها. نعطيني أول وحدة هي summation from 0 to infinity 2 على 3 أس N. هنا معنى أنه الآر هذه قلنا، فالآر هي 2 على 3 أقل من الواحد، فهذه الجيومتريك سيريز تكون convergence. فنجد الصم إلها هي A على واحد ناقص R. الA هي هنا واحد قيمتها، ما مضنيها ما كاتبها، إذن واحد على واحد ناقص اثنين على ثلاثة، فطالعة النتيجة ثلاثة. اللي بعدها هي summation من الصفر إلى الانفينيتي ثلاثة على اثنين أس N. هنا ثلاثة على اثنين شبيهة أكبر من الواحد، R تساوي ثلاثة على اثنين أكبر من الواحد، إذن السيريز is divergent متباعدة ما يحتاج بعد الفلها. بعد اللي بعدها كوساين باي على ثلاثة، اللي بعدها السيريز اللي بعدها مضينا اياها بالسؤال، سميشن من واحد الى الانفينيتي اثنين كوساين باي على ثلاثة. كوساين الباي على ثلاثة هو واحد على اثنين، فهنا الار هي تساوي لنا واحد على اثنين، إذن أقل من الواحد، قلنا إذا كانت أقل من الواحد فهي convergent. هنا الـ R الـ A شو تساوي؟ إن الـ A تساوي 2 لأنه هي 2 مضروبة في cosine باي على 3 أس N. هذه هي الـ R، هذه الـ R، هذه الـ A، يعني قلنا A R أس N summation of A R أس N. فراح تكون الـ A هي 2، هذه أخاف غلط يمكن صححوها، والـ R هي 1 على 2. فالـ sum of series هي راح تكون A على 1 ناقص R وتساوي لنا 4. شكرا جزيلا.